تعريف الإمام عند أهل السنة والجماعة. نعم قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان بالطاعة ويقل بالمعصية. خمس أشياء: قول، عمل، اعتقاد، يزيد وينقص. عمل القلب والعمل بالقلب. القلب له عمل طبعا. ما الدليل؟ أن الثقة. ما الدليل؟ ما الدليل؟ دل على ان القلب يعمل. القلب يعمل. نعم يرى. يرى ما في قلوبكم في ان الله لا ينظر الى لسانكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا دليل عمل. صح. الله تعالى. اجلس. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر يتضمن ماذا؟ ومن قال هذا؟ نعم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. خروج الروح قبل الملائكة وصعدا بلا السماء عادت بلا جسد تفتح وتغلق أبواب السماء يسمع قرع العالم سؤال ميتين البعث والنشوء والجزاء والصراط والجنه والنار والشفاعه وحكم المؤمن لربه كل ما يقوم بعد الموت من الايمان اليوم على الاخر. متى يغلق باب التوبه؟ عند غرغره وطلوع الشمس مغربها. الله يفتح عليك. من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت. من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت. و تعريف من؟ تعريف من قيل. ما تجاوز في العبد مدفوع من معبود. من معبود. تجاوز متبوع على رأسه. مطاع وراء خارجين عن طاعة الله. طاعة المخلوق في معصية الخالق. رؤوسهم خمسة. خمسة إبليس. إبليس؟ نعم. نعم. ومن عبد الله ومن دعا الناس ومن دعا شيئا من علم الغيب ومن حكم حكم من غير غير ما انزل الله. واعتقد ان الحكم غير ما انزل الله لا يزال. او فلان من الناس او طوال بحكم الله عسى اذا اعتقد كفر وفتح الله عليه. من يعذب ليه الخشيه؟ من يعالج ليه الخشية؟ نعم. هي خوف لكن خوف بعلم. تطلب العلم المال حتى تصل الخشية. إنما أخشى الله من عباده العلماء. طيب أي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى كما السلطان. نعم اجلس. لماذا ندرس التوحيد؟ أول سؤال. خلقنا لأجل لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة إلا واحد. لا يدخل الله سبحانه وتعالى أعمال النبي. حلاوة الإيمان، استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، تساوي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكثير السيئات، دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أتباع من بعدهم، حياة القلوب. نعم، طيب، حتى لا نقع في الشرك. لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ من يعلم؟ يعني؟ نعم يعني. نعم لأن هذا أسئلة القبر، نصيحة العلماء، رسالة مختصرة واضحة، أدلة من كتاب السنة، كثرة الشروحات عليها، وإعنات العلماء بها، صحيح؟ نعم، فتح الله عليك. ما مقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله؟ مقتضى الشهادة ثاني. محمد
ترى شهادة محمدا عبده ورسوله. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وما عبد الله فيما شرع. عبده ورسوله عبد الله أعبد ورسول الله أعبد. مقتضى الشهادة طاعته فيما أمر أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. فالذي يعصي نعم لا بد أن نطيع لأن يشهد أن محمد عبد الرسول. طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تصدق. أنهم تفتنون في قبوركم تقول صدقت وأمنت. واجتناب ما نهى عنه وسجد كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تجعله في جانب وأنت في جانب آخر. وألا يعبد الله إلا بما شرع الذي وضع مبتدع. لا يمكن نأتي بعبادة إلا موافقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليك. في حديث جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المتعلم المتأدب. جلس جلسة طالب العلم سأل سؤال انتفعت منه الأمة أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاطعه. ظهر على جبريل أثر العلم بحسب السؤال في الجلسة وفي اللباس. صحيح نعم. وقلنا الحقوق ستة طالب العلم لا بد أن يؤدي حقوق ستة. من يعرف؟ نعم الحق على نفسي مع نفسي وربي ومع العلم ومع شيخ ومع المكان ومع زميله ومع تجاري. ستة حقوق لا بد أن يؤدينا. فتح الله عليك. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي أو رسول؟ نعم نبي ورسول. فتح الله عليك. نعم نبدأ بيقرأ وأرسل بالمدثر. طيب إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو؟ إلى ماذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام؟ يدعو التوحيد وينذر عن الشرك. بلده وهاجر إلى المدينة ومات بمكة بالمدينة. فتح الله عنه. نعم. طيب حكم لعن الشيطان ولا لعن؟ لأنه إذا لعن يتعارض. وماذا نصنع؟ نستعيذ بالله منه. أقسام الجهاد أو أنواع الجهاد اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى من زاد المعاد ذكرناها أنها أربع. جهاد ماذا؟ نعم جهاد النفس يكون بالعلم والعمل والدعوة والصبر سورة العصر. والثاني الشيطان بترك الشبهات والشهوات. الشبهات بدعة والشرك والشرك أكبر وأصغر والشبهات والشهوات صغائر وكبائر. كن أسد. نعم الثالث جهاد الكفار والمنافقين يكون بالقلب واللسان والجوارح والماء. بعد جهاد المبتدعين جهاد المحرمات والبدع والمنكرات بالقلب واللسان واليد. اليد قلنا للسلطان واللسان للعلماء وطلب العلم والقلب هذا لا يزل عن واحد. فتح الله عليك. كم بقى العذاب؟ اكيد اذا بعد صلاه العشاء الله اعلم. صلى الله عليه اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضر مؤمن مؤمنا ان سخط منها كل قرب رضي منها اخر. ابن سعد رحمه الله يقول لا يضر كالرعية الحاقدة إن سخط من خلق فهو من آخر يعني الإدارة أو إذا يعني سخط منهم شيء تحرم من آخر. تريد صديقا لعب فيه هل نرى تبوح بلا دخان؟
وكلها أيام إن شاء الله تفتح مني الحمد لله. فأصبر أخوان يعني ما عندنا إشكال. فأتينا واحد يقول لي قام بعد 5 دقائق والثاني يقول لا 10 دقائق وهذا يقول ما اختبرنا اليوم وما أتمنى وما صنعنا والأوراق الرب سخط منها خلقا وقلنا إلا العاصفة لا تقبل أبدا صحيح لكن التقديم وتأخير التنظيم وكذا ما نضرب يعني مش في أشياء تنسى صحيح اي نعم وفي أشياء ما نقدر تنسى فشيء تنسى مش فيها ولا ما تنسى يعني لا أشياء 5 دقائق تأخرنا تقدمنا كذا لا أشياء مع المسألة لكن في مع المسألة في أشياء فلابد يا إخوانا أحيانا تكون الدعوة بالفعل أعلى من الدعوة بالقول وتتعب الآن مجتمع حولكم ينظر إليه ويريد منكم أي شيء حتى يقول هؤلاء ولا بعيد صارع وصارع وصارع وجار المنطقة وأنت تعرف أن الإسلام انتشر في بعض الدول بسبب تجار ما صنع شيء قصة قريبة وقعت في إحدى الدول الأوروبية ركب يهودي للحافلة سارق الحافلة مسلم أعطاه الأصل أنه يعطيه الأجرة الثلث من الأجرة يورو هو أعطاه 2 يورو هذا اليهود فهذا السائق المسلم أخذ يتردد يقول أرجع له اليورو أو لا أرجع ويعني هي قليلة هل أخذها يعني إذا أريد أسرق يورو قليل فأخذ يتردد طيلة ما هذا اليهود راكب في الباص ثم يعني عندما أراد اليهود النزول قال والله يعني في المثل يقول إذا سرقت سرق جمل تسرق يورو فقال تعال خذ اليورو هذا الزائد قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال له هذا السائل قال ما الذي حدث لماذا أسلمت الآن يعني لماذا أسلمت قال أنا دفعت لك الأجرة زائدة عمدا أريد أتأكد من أمر وهو الأمانة عند أهل الإسلام والحمد لله فهذا في نفسي يقول قال والله لو تعرف ما في نفسي والله أخوان يعني الناس ينظروا إليكم وكذا أنتم قدوة للآخرين فنحاول يعني قدر المستطاع هذه الأيام يعني التفرق ونكون يد واحدة في طاعة الله طالما الطاعة في المعروف الحمد لله أما غير هذا لا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وصحبه